الموقف الثاني موقف طريف لواحد من الشباب تعرفونه، الله يسترنا عليه، صراحة مضحك جدا جدا. يقول مرة كنت راجع من سفرة، المهم أنا راجع، أنا طبعا توي داخل في البزنس، فجاء مقعدي جنب اثنين كلهم رجال أعمال، الله، ويقول واضح أنهم رجال أعمال، رجال راهين فلوس، وقاعدين إيه يسولفون ما يسولفون، قعدت أسولف معهم أنا عن البزنس وش تشتغل ومدري إيش ومن ذا الكلام وكذا، واخذوا اخذت البزنس كارد حقهم واخذوا البزنس كارد حقي وكل شيء. زين زين ايوه. يقول المهم حنا في الطياره كذا، سبحان الله جاء الهدوء، جاء الاكل ما الاكل وكذا، جاء الهدوء طفت الطياره. يقول انا ما دريت الا نايم وحاط الشماغ كذا، ما دريت الا انا نايم. المهم مع الطياره والمطبات طاح يقول يوم جتني الداخل والله من الضحكة، يوم وصلت الذا وهم صاحين وكل شيء جاي صاحين المضيف، يقول إثري أنا طول الطريق نايم والسعابيل طاح. يقول هيبة البزنس، هذا رجل أعمال، هو رجل يقول هيبة البزنس راحت وما أدري، وهذول يناظرون فيني واحد من يمين واحد يا رجل الأعمال. يقول بعدها يقول لا اتصال ولا تواصل ولا اقول شقوا الكروت شقوا. هذا لو تسمع السالفه من صاحبها والله انت بتصبح. سلام عليكم. يلا على السلامه.